عندنا انشاء اليونت 3 الوحدة الثالثة. هنا الانشاء يتحدث عن حادثة، يعني شخص مر بحادثة وجاي يرويها. هنا يقول once open time، يعني في كان يا ما كان او في وقت لاحق. There was a boy playing، كان ولد يلعب alone، وحده in the park، في المتنزه. The park was full of people، وكان المتنزه او المكان مملوء بالناس. Then he has an idea، وثم خطرت له فكره. He fell himself، اوقع نفسه down في الأسفل، and shouted help، وقام يصرخ help النجدة. My leg has broken، ساقي قد كسرت. Some people، بعض الناس. Run to him، ركضوا إليه. But he was good، لكنه كان بخير. هنا good تجمع بمعنى بخير، يعني ما صار له شيء. He laughed loudly، وظل يضحك بصوت عالي. يعني هاي القصة تشبه قصة الراعي مالت الأغنام بالضبط. وهنا he laughed loudly، هنا جي اشت اللفظ ف. He laughed loudly، وظل يضحك بصوت عالي. They felt angry، هم شعروا بالغضب. With him، منه. The boy did the same thing three times، الولد كرر الشيء ثلاث مرات. On the next، وفي اليوم التالي. Days. On the fourth day، في اليوم الرابع. He climbed the tree، تسلق الشجرة. To get his kite، لكي يحصل على يقول الطائرة الورقية. And for the ground، وسقط على الأرض. يعني هالمرة صدق سقط على الأرض. He shouted help help، وظل يصيح النجدة النجدة. But no one، لكن ولا واحد. Believe him، ولا واحد صدقه. He cried sadly، وظل يصرخ بحزن. هنا هاي قلنا تشبه قصة الراعي الغنم. وشكرا للمتابعة.